عندنا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم وكنرحبوا بكم مره اخرى وعوده موفقه. اذا ندخلوا الموضوع مباشره، الخط الابيض. يا سلام يا سلام، شوفوا معايا اخواني اخواتي متابعينا الكرام، الطريق اصبحت جاهزه والحمد لله، فضل من الله ونعمه. الخط الابيض تمام، مكان ممر خاص للراجلين اللي كانوا كنا اخر ما شفنا كانوا كيتراسيو. فالطريق اصبحت الحمد لله جاهزه وها هي امامكم بحول الله. طريق روعه، طريق جميله، ما تصلحها بيني وبينكم هي الرالي. اذا تحيه والشكر لفريق ان جي او جينيرال روتير، كنشكرهم على هذه الاشغال وعلى هذه الاعمال الرائعه والجميله. لتسقاو وندخلوا نشوفوا الطريق لداخل ونشوفوا اخر مستجدات. راها سالات يا الحباب. اذا نخليو المدار، ها هو امامنا روعه الطريق. اخواني متابعينا الكرام، نوضحوا واحد القضيه، الطريق راها مقطوعه، ما تدخلوش في شي اشكال، الطريق لا زالت مقطوعه. كتذكروا الطريق اللي كانت ديال عنق الجمل اللي كنا كنهضروا عليها شحال هادي، فاش انتهت مجموعه ديال المواطنين كيقولوا علاش ما مطلوقاش، علاش ما مطلوقاش، وخبرتكم انا ذاك على ان السبب تقني او لا ظرفي، يعني كاين اسباب مشروعه اللي كتبقى الطريق مقطوعه. وفعلا فاش تفتح النفق تسرحات الطريق، وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. فالطريق هذه لا زالت مقطوعه، لما تنتهي الاشغال على طول ان شاء الله ويمتد الجسر الجديد اللي غادي تفتح ان شاء الله في الوقت للانتهاء ديالو، فان شاء الله غادي تفتح هذا الطريق، لان هذه الطريق ما شاء الله غتكون اطول طريق على ضفتي ابي رقراق اللي جايه من، وتبعوا معايا الله يرضي عليكم الله يجازيكم بخير، تبعوا معايا بناء المغرب ان شاء الله. راها جايه منين؟ يلا قولوا منين، لان خصكم تكونوا عارفين هذا الشيء. راها جايه من الهبطه ديال لوطوروت اللي جايه من سالا الجديده، الهبطه ديال بريبري، وجايه هاد الطريق جايه من هذا الاتجاه. وغادا فين غادا؟ تبعوا معايا، غادي توصل ان شاء الله حتى الماكدونالد، ماكدونالد جيت ماجي بارك، وغتزيد حتى القنطره، حتى هذاك هو المنطقه ديالها، هذاك هو الحدود ديالها ان شاء الله. يلا سيدنا نزيدو القدام ونشوفوا الطريق ونشوفوا الاسهم ونشوفوا النوع ديال هاد الطريق هذه كيف دايره والتفاصيل ديالها شحال تتدي وشحال تتجيب. يلا تبعوا معايا، لاحظوا معايا متابعينا الكرام، الرالي كتدي دوفوا، ها هي دوفوا. شنو دوفوا؟ اشرحوا لي. وحده وحده، انا كنتفاهموا غير بيناتنا. هاد الطريق كتدي وكتدي على جوج، ها واحد ها جوج، وهاد الطريق كتجيب على جوج، ها واحد ها جوج، صافي تفاهمنا. الطريق اللي جايه من باب الخميس او لا ماكدونالد اللي جايين من سلا غيجيو على هذا الاتجاه مباشره، وعندهم جوج ديال الخيارات. الخيار الاول انهم يمشيو على قنطره ديال مولاي رباط الفتح، يمشيو للرباط، او لا يمشيو للمدار ويطلعوا مباشره لعنق الجمل او للقريه او لسالة جديده. عندهم جوج ديال الخيارات اللي هما ها هما واضحين، يا اما الدور على اليمين يا اما الدور على اليسار ديالك. لاحظوا معي روعة الطريق قبل الصديق. شكرا لكم متابعينا الكرام، شكرا على التعليقات ديالكم، شكرا هذا العالم ديال التعليقات. ان شاء الله غادي نحط لكم بعض الاشخاص تشوف التعليقات، صحاب العصافر الرويضة، اعداء الامة، اعداء النجاح، اعداء النجاحات. ان شاء الله غادي نوريهم لكم، وغتشوفوا واحد القصة ديال واحد السيد ان شاء الله عدو النجاح لدود، وتشوفوا القصة ديالو الغريبة والعجيبة. لما يحل الوقت غنحط لكم القصة، تابعوا الفيديو، راه ربما نقدر نحطو لكم في الوسط في احدى الفيديوهات. طريقة جميلة روعة ان شاء الله، وهذا هو المغرب ديال البناء والتشييد. شكرا كعادة كنشكروا الرجالات ديال هذه الأمة، رجالات المغرب اللي كيساهموا في بناء وتقدم وازدهار البلاد والعباد. من هذه القناة كنقول لكم شكرا لكم جميعا، وعلى رأسهم راه صاحب الجلالة الملك زين سمية، الله يخليه لنا، محمد بن الحسن الله يخليه لنا والله يحفظه لنا، يا ربي يا ربي يا ربي امين. هنا فريق ان جي او يقوم عملية التنظيف العام، هنا دابا راه سالاو
راه كملوا اش باقي ما بقى والو الا هاد هادو المصابيع غادي يركبوهم. ما هنا عمليه تنظيف، لاحظوا معايا بعدا. السلام عليكم، الله يعاون، تبارك الله عليك الساب ديالنا، الله يحفظك. السلام عليكم، ها هو الزين ديالي، ها كيداير بخير، صحة لاباس، صحة لاباس، كيداير هاني كلشي بخير، كيداير كلشي مزيان، تبارك الله، هادشي روعة اخي، روعة روعة روعة، قسما بالله إلا روعة، تبارك الله عليكم، الله يحفظك اخويا، يلاه تبارك الله عليكم اخويا، الله يعاونكم. إذا هنا كيديروا فريق إن جي أو نيطواي، كينيطوايو هاد الأماكن، ولاحظوا معايا الفرق، لاحظوا معايا الفرق، كيكون واحد الفرق كبير ما بين الغبرة والمنسخ وما بين الكاياس. لان هذيك الماما الراجلين مصاوب عن طريق الكياس. الله يعاون اخويا، الله يحفظك اخي، بارك الله فيك، الله يسهل عليكم. روعه روعه، شوفوا هنا اماكن جميل جدا. اجي 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 محبوبات الجماهير، اجي واجي 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 اجي وتشوفوا محبوبات الجماهير الكاوياني. حرق لي قلبي. ها هي ها هي ها هي، ما نقدرش نقولها، غادي غير نوريها ونذكرها. الرجل كتفيبري، الله الله الله، ودادية الكحل والبيض والاحمر. تحية 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 نضالية لهاد النميرة هادي. مشاهدينا الكرام، نبقاو في اجواء فكاهية ولكن في اطار الاشغال العمومية والوطنية والملكية باذن الله. وحنا كنتجولوا في هذا الشارع او الطريق الجديدة، طريق عنق، عفوا تماك مع عنق الجمل واسيمو، ثبت معايا، طريق برج محمد السادس حفظه الله. روعة والله العظيم، تنبغي ندير بوز ولكن هذا الشيء رائع جميل جدا. شوفوا شوفوا معايا الطريق كي داير، شوفوا فن هذا الشيء، راه بداية، راه مازال ان شاء الله مشاريع. هذا الشيء كل شيء هنا، كل شيء باذن الله. سيدنا والرجال ديالو، رفقة رجال، رجال ديال بصح في هذه البلاد اللي غاديين بها. والحمد لله ولات واحد كما كنقول واحد الكليكا، واحد بروموسيون، واحد الجيل اللي مع سيدنا ما شاء الله. غادي نزيدكم شي اماكن وغتشوفوه وتشوفوا الاشغال، شوفوا المشاريع ديال المملكه المغربيه. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظ هذا البلد. وهذا الشيء راه ما تنكذبوش، راه كنقولوا والصوره امامنا، ما تنجيبوش شي حاجه من راسنا، كنتكلموا بالواقع بالصوره، صوت وصوره. المملكه المغربيه الدق والسكات، ما شاء الله. عاش الملك، وما كاين غير عاش الملك، وغنبقاو نقولوا عاش الملك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يلا اصحاب التعليقات، اصحاب العصافة الرويضه، يلا طلعوا طلعوا، لقيتوني بنهضر، الله يعطيكم ما تاكلوا، تنخليو الاشغال وكنبقاو نهضروا. كاين هنا واحد المجرى هنا لترويض مياه الامطار، فريق ان جي او تبارك الله ما شاء الله سرعوه، ها هو راه بناه دابا، راه كيديروا الفينيسيون، خدامين عليه. ان جي او، ملي تسمعوا ان جي او راه هما جينيرال روتير، وملي تسمعوا جينيرال روتير راه هما ان جي او، ان جي او الام والجينيرال روتير المغربيه. صافي تفاهمنا، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم، الله يسخر لكم الرجال، حفظكم الله ورعاكم، تبارك الله عليكم، الله يعاونكم. غاديين وغاديين وغاديين، والرجال ديال الجينيرال روتير التحيه لهم. اليوم ان شاء الله غادي يشدوا الطريق وغادي يمشيو للدار البيضاء، عندهم واحد السيرفيس تما وعندهم اشغال تما ان شاء الله. تبارك الله عليكم، حياكم الله الرجال ديالنا، الرجال ديال الغد، وكنشكركم بزاف، وبكم نتوما غادي البلاد، قسما بالله الا بكم نتوما غادي البلاد، وزيد القدام الاشغال ديالكم والتفاني ديالكم والصبر ديالكم، اللي غيخلصكم هو الله سبحانه وتعالى، حياكم الله. شوف الله يعاون، تبارك الله عليكم. غادي نطلع نطلع الفوق باش هيا نطلع الفوق، نطلع الفوق باش نوريكم الطريق، الطول ديالها والمنظر العام ديالها، غيكون منظر جميل جميل جدا. حبيبي الاستقرار هذا ما مجبناه، شوف صاحبي معايا، شوفوا راه هذا الطريق، اما تقول غالو طور الطريق تيزنيت الداخله،
روعة. المدار من دايزين السيارات، وهاد سير عاوتاني غتكون الطريق بإذن الله تما. سير يا سالا الجديدة، غتبقى تجور الرباط 10 دقائق ما كاملاش. راه ليا الجسر الجديد. أينك يا ليلى، أنتظرك بحب وشغف شديدين. يا سلام يا سلام، الله ليتس جو. غنشوفوا اللحظات الأخيرة ديال عملية خط الأبيض التشوير، خط الأبيض آخر لقطات عندهم. غيبقى لهم هاد لا لين، هاد الكولوار هادي غادي يطلعوا معاها حتى فين وقف السيارة وغيساليوها. يعني دابا واحد نص ساعة غيساليو، وعندهم هاد الكولوار حتى هو فين واقفين، فين كاينين دوك الناس لي طرافو خدامة، صافي وغيساليو. إذا ها هما الأشغال. السلام عليكم. إذا صافي يا بابا، نص ساعة وغادي يساليو إن شاء الله خط الأبيض. شوفوا الطريقة باش كتسبق، طريقة تكنولوجية. روعة. إذا هذا هو المدار أمامنا، ومن وراه كاين أشغال بناء قنطرة جديدة الموازية لبرج محمد السادس. كاينه واحد القطرة اللي إن شاء الله غادي تكون صلة وصل، هذه القنطرة هي اللي غتكون صلة وصل بين هاد الطريق هادي الطريق الجديدة، وما بين شارع ولي العهد مولاي الحسن إن شاء الله، اللي حاليا الأشغال فيه الدق والسكات ما شاء الله. إذا الأشغال لا زالت مستمرة ولا زالت في بدايتها، في انتظار إن شاء الله الموافقة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية. لازلنا ننتظر الرد والجواب لننقل لكم مشاريعكم أيها المغاربة. إن شاء الله هذه المشاريع اللي كتفرح وكتدخل الفرحة والسرور بقيادة جلالة الملك والله العظيم. إخواني لك نعتزوا بسيدنا، لأنه الشعار ديال المملكة حاليا ما كاين غير البناء والتشييد والنجاح بحول الله. إذا هذا هو المدار الأخير هنا، المدار نهاية الأشغال حتى هنا. راهي تما إلى تم الافتتاح، إن شاء الله غادي تولي أشغال مباشرة وغدا مباشرة تحت الجسر، وغتمتد الطريق إلى شارع ولي العهد. إذا متابعينا الكرام، قبل أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذه أشغال قنطرة جديدة، الميكسور، البوكلان، الحفارات وآلة الحفر العملاقة اللي كتحفر الأساسات. ولاحظوا معايا، ها هما الاساسات ديالها اللي غادي يعمروا ان شاء الله بالبيطون على عمق ما يزيد على 10 ديال الامتار. اذا في انتظار ان شاء الله المكتب الوطني يصرح لنا بنقل ريبورتاجات اسبوعيه ان شاء الله. هذا اخوكم سي محمد، يحييكم من قناه سيمو شو، قناه المشاريع الملكيه والوطنيه بامتياز. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو. شكرا لكم، الى اللقاء.